اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم معنا مي فاطمه. مي فاطمه واحد السودة كبيره في العمر، عندها واحد القصه، يمكن هذه القصه تقدروا تشوفوها غير في الافلام، ولكن هذه حقيقه. مي فاطمه امراه كبيره دارت بها الدنيا، اليوم غتقدم لنا راسها وتفتح لنا قلبها ونعرفوا حكايتها. مرحبا بك مي فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوتي المواطنين، اخوتتي المواطنين. أنا مرا سميتي فاطمة من المدينة القديمة. احنا كنا ثلاث خوت في واحد الدار هنا في المدينة القديمة، دار وقهوة. واحد شوية اختي دارت سن الرشد. من حضري شوية الميكرو ديالك وبدينا حكايتك، انت كيفاش كبرتي قبيل ما نهضروا على انت حكايتك من الاول، شكون انت؟ انا مرا سميتي فاطمة من المدينة القديمة. انا عشت مع امي، عشت مع امي من الصغر ديالي، عشت مع امي من الصغر ديالي. واحد شويه تنشوف امي ما عندهاش، امي كاع ما كانت مقبله ليا داكشي اللي كنديرو، كاع ما كانت باغاه. خرجت نحارفت، مشيت كنبيع في المخدرات، بقيت كنبيع في المخدرات، شت راسي وصلت 30 عام ديال الحبس كاع ما حسيت بها. كيفاش انت في المخدرات؟ كيفاش دخلتي لهاد الميدان؟ دوزت، كانوا الدراري كبر مني في المدينه القديمه، كانوا الدراري قبل مني في المدينه القديمه، ايامات الريجي، كانوا الناس ديك الساعه كانوا البوليس ديال الريجي. انا دريه صغيره تيشدوني بحال تيقمروا بيا، تيشدني واحد السيد ما تعدى عليا ما والو. المهم قال لي شدي هاد الامانه عندك، جاو داوني الريجي بخمس سنين ديال الحبس، صحاب الريجي داوني بخمس سنين ديال الحبس، دوزوني عند اسيا، عندي 13 عام، عندي 13 عام حكموا عليا بخمس سنين ديال الحبس عند اسيا الله يرحمها. الاحداث اللي كان كيسموها التربيه المحروسه، الشبيبه والرياده. دوز خمس سنين من 75 حتى 79، عطوني الدبلوم، خرجت انا ما لقيت لا خدمه لا والو، بقيت حدا امي. واحد الشويه امي كانت كتضربني، ما كتبغيش ليا نخرج للطريق ولا نخرج شي حوايج خايبين. صافي بانوا لي دوك الناس اللي كانوا معايا في الطفوله كيقيدوا معايا التوريس كيبيعوا معايا مسكان، بانوا لي كبروا وتعاطوا المخدرات. بديت كنمشي كندور بهم، حتى انا تنقول لي عطيني هذيك، نقول لها عطيني طريف، هذا عطيني طريف، تيعطيوني تنبيعهم تنتكسى تناكل نشرب بهم. امي ما عارفاش هذا الشيء. جيت نشوف، لقيت راسي ضربت عام 10 شهور 8 شهور 10 شهور عام ندخل على التجاره في المخدرات، لا سرقه ولا شي حوايج خايبين. علاش؟ قلت انا اللهم هكا ولا غنمشي نحارف نولي نبيع في اللحم ديالي. انا ما رضيتش، لحمي عزيز عليا وكنخاف من الله، ما قدرتش كاع نمشي ندير شي حوايج خايبين. المهم 2003 خرجت. امي غنسولك واحد السؤال، الا قلت لك هاد التجاره في المخدرات والو، ربحت منها التكرفيس وضاعت ليا صحتي ولا دار لا دوار وتشرت، ما ربحت منها والو، ما ربحت منها والو. ندمت على هذا الشيء، ما حيت انا كنت عايشه انا وامي، وكان عندي شي عائله اللي غترشدني ولا شي حباب زوينين غادي يرشدوني عائلتي، راه غادي ما نمشيش ديك الطريق. انا لقيت عمي، امي كتمشي تخدم عند الناس وانا كنخرج نحارف. واخا ملي نرجع معاك للمستشفى كيف دوزت لقيت صحتي مشات، سناني مشاو، الشباب ديالي مشى، ضاعت، ما درت لا مستقبل ولا حياه ولا والو. عندي الدريات هي مسكينه القيه، ما كتكمي ما كتشرب، متقيه الله وكتصلي وكتعبد الله، وعندي دريه القيه ماشي ديال هذا الشيء. بنتك كيفاش راه في الدنيا وكلها؟ بنتي ما راضياش على الوضعيه اللي فيها انايا، بنتي ما بغانيش نكون بحال هكا، بنتي ما كرهتنيش نكون انا بحال العيالات، انا نكون مستقبلي ونكون احسن مراه ونكون هادي. ولكن هذا الشيء راه ماشي بجهدي انا، بجهد الله سبحانه وتعالى. اي حاجه كي هذه هي الدنيا، هذا هو القدر، ما عندنا ما غنديروا. خرجتي يا امي؟ اه. انت لقيتي الوالده ديالك، شنو لقيتي في حياتك شدات ملي خرجتي من الحج؟ ملي اخر شدي 2003، 2003 درت على الناس في السوق هنا في درب قناوه في المدينه القديمه، عطاوني واحد الفلوس، جمعوا لي واحد القدر، كملي جمعوا لي واحد القدر
عطاو لي مشيت كنبيع ونشري به، شريت مي كناس وشريت نضيدرات ودرت فراشة. رسول الله بغيتي تتوبي ديري الحاله. اه باش نخلص كرايه وباش نكون مع راسي ومع امي الله يرحمها. الوالده ديالي توفات في 2006، بقيت انا في البيت. نوبه بنتي كانت كتجي عندي ديك الايام الاولى، كتجي كتطلع ليا وكتمشي، كتجي كتطلع ليا وتمشي، حتى لهاد المره اللي بركت 3 سنين ما جاتش عندي. ما جاتش عندي ما عندهاش فين غتجي، ما عندهاش فين غتنعس، حيت البيت اللي كان جامعنا ديال امي فين ماتت امي، والبيت اللي كان جامعنا بواحد البيت امي ماتت. صافي انا بركت في دار با على اساس غنورد في دار با، غنشت انا حقي وغادي نبرك فيه انا وبنتي. جاو هاد العيله تنصبوا عليا وخرجوني، دخلوني 3 مرات الحبس. الوقت اللي خرجت من الحبس لقيت دار امي فيها الافراغ، قالت لك مولا الدار عطيني 7 المليون باش ترجعي للبيت ديالك. قلت انا راه ما عندي 7 المليون، وانا راه دابا هاد الناس داو لي حقي، كيفاش غندير انا تنجيب لك 7 المليون؟ انا خرجت من الحبس لقيت لافيته معلقه ليا بباب البيت على اساس ما غندخلش لذاك البيت. انا تخلعت حيت يلا خارجه من الحبس، كيفاش يمكن ليا غادي نعاود نفرقع هذاك البيت ولا ندخل ليه؟ ما لقيتش ما كيفاش ندخل ليه. صافي رجعت لهنايا حدا فين كيعرفوا امي الناس وكيعرفوا بنتي وكيعرفوني. خديت مانطا من عند واحد الناس، خديت من عندهم خده حوايجي دابا حاليا، وما عند هاد الناس هنايا حدا جامع السوق حدا السماط. خمنتي دابا في الزنقه؟ حياة الزنقه العذاب، العذاب الشديد، لا بين تسبل لا بين تاكل لا بين تسارع. بحال دابا كنعس انا بديك البلاصه، انا غنوريها لك، كنعس بديك البلاصه والصباح كنمشي نكمل نعس في الجرده، ولا خصني نعود للمرسى نمشي ندبر على راسي، كنبيع الميكا وكنبيع الكارو وكنلقي الحوت تما في المرسى. دابا حاليا ما جيت عندكم طلعت من المرسى، جيت عندكم من المرسى من تما. صافي كنبقى نتكركب نوبه اللي الجمعه اللي ما كتكونش، الجمعه اللي ما كتكونش فيها المرسى كنجي هنايا كندير، كنمشي عند الناس الصباح ملي كيحلوا كنقول لهم واش نجف لك هذا الحانوت، تندوز لهم على الحوانت ديالهم، تيعطوني ديك 60 درهم 40 درهم 30 درهم باش كندوز النهار. وانا راه تقهرت، انا راه عييت، انا راه خفت راسي نموت على شي نهار بالزنقه، ولا بنتي تحضر ليا ونموت بوجاج الريده. هذه اللي ما بغيتش نموت بوجاج الريده، بغيت انا نموت في داري المحالي. قلعوا لي هاد العيالات، كيجيو المرات با الرابعة، مرات با الرابعة ما ولداش مع با وميتة قبل من با. وانا سيدي متابعة لتموت النسب ديالي من 2010 حتى دابا 2017، المحامي ما قال لي حتى شي حاجة، ما فهمت والو انا في هاد المشكل. عندي تموت النسب، عندي الإراثة، عندي لاكارت لاسيونال ديال الدار، عندي جميع الوثائق الوراق، عندي جوج شواهد ديال عمامي، عندي الشواهد الشادي ديال خويا. دابا حاليا خويا قاتلين وهاد العيالات، وختي شادينا صحافه الدار، اختي انتصار وكيل هي شادينا دابا معاهم. الا سولتوها انتوما غتقول لكم لا ما شادينيش. واخا اليوم انت واحد الدنيا دارت، واش شفتي كتخيلي امي فاطمه شي مره الدنيا غدور بك؟ ما عمرني ما نويت بحالكم، ملي كانت امي باقا حيه، ملي كانت امي باقا حيه ما عمرني ونويت غنتلاها بالزنقه وغتلا بيا الايام. على هكا يوم غتعمل لي الايام غادي تدور ونوصل لها الحالة بحال هكا، لا بين نصبل لا بين نسرع لا بين ناكل لا بين نعس لا بين غير ندرك غير نتخبى. وانا العادو ديالي بدلي هي الزنقه، ما كنبغي الزنقه، الزنقه ما كنتش ما كنبغيهاش كاع يا عيد. انا بغيت هاد المحل اللي خلى لي با ناخذ حقي ونبرك حتى انا وبنتي. دابا حاليا في هاد العيالات اللي كيجيو المرات با الرابعه، مرات با الرابعه ما ولداش ميته قبل من با، وبا خلانا في هاد الدار. الدار سولوا لي عليها، ما عندهم حتى شي ورقه، انا وريث وعندي لاكارت لاسيون وعندي اراثه، عندي ثبوت النسب كامل، عندي اي ورقه على هاد الدار هادي. ولكن الوقت اللي كنبغي ندوز محكمه الاسره بحي الحسني كيشدوني كيدخلوني للحبس على اساس. ما كتكوني انت في قضيه على جمه قضيه اخرى، ما كتقدريش تحضري الدعوه اللي عندك ديال دارك. فاش يدخلوني للحبس نقول للمحامي، تنعيط عليه في هذاك التليفون اللي تيكون في الحبس، تنقول الله يخليك استاذ عيط عليا ولا حضرني بهذه القضيه ديالي. تيقول لي راه ما عنديش الحق، ولا تيقول لي بعض الخطرات واخا واخا، وما عمره ما حضرني في هذه القضيه الدولي. واخا امي فاطمه نشرحوا للناس، الناس كيطلبوا رقمك. هذا النمر ديال التليفون اللي عندي انا ما حافظهاش. ما حافظهاش. واخا انا عندي الرقم ديال التليفون. ما انا بغيت بين الناس انا وبنتي، بغيت بين الناس، بغيت من قلبي بين الناس انا وبنتي، انا بغيت بين نصبر بين الناس بين الباس.
زيد ما يمكنش لي 54 عام بقى مليها بزلقه، ولاد البلاد كاع كيرموني، العيالات والناس كلشي كيهربوني، ما عمري ما تبهدلت وما عمري ما دارت فيا الدنيا بحالك هكا، حتى حيدوا لي حقي هاد الناس. وداك السيد قال لك، قال لي تيسمي احمد بن كيران، انا باب جديد دابا حنا نمشي. شنو كطلب يا الله؟ كنطلبش، انا بغيت حقي في هاد الدار با، بغيت حقي في هاد الدار با، بغيت غير الحق ديالي، ولا ما كانش عندي الحق يديكم طويله، عندي طويله يديكم عليا الدوله ولا المخزن. الله يخليكم، الله يحفظكم، الله يعطيكم ما تمليتوا عند الله. خمين جاوبوا الناس. امي فاطمه ما عندها ما تاكل، ما عندها كيف تنعس، كدور في السوق. المراه شحال عندك العام امي فاطمه؟ عندي 55 عام. امي فاطمه عندها 55 عام. لا عندي 80. راه مشكله اللي تكرفتها الدولات، هي كتعتار دايره شي اخطاء في حياتها، ولكن الله غفور رحيم، ربي كيغفر، حنا ما نغفروش الناس. ولكن المشكل اللي عندها ما عنده حتى علاقه بالمهنه اللي كانت كدير لها في حياتها بخير. حقها كوارثه شرعيه من حقها انها تستافد منه، لانه هذاك حقها الورد شرع الله ديالها. نتمنوا ان نكونوا بخير، اللي كيشوفونا الناس عافاكم اللي كيكومونتيو واللي كيتفاعلوا مع اللايف ديال او القصه ديال امي فاطمه، ولا تكون تبارطاجيو هذا الفيديو تعاونوها. انا غنحاول نقول لكم الرقم ديالها، لانه هي عيطات لي من الاول، لكن دابا انا مع لايف من نفس البورتابل، غنساليو نكتبوا لكم في لي كومونتير ولا غنكتبوا لكم في لا ديسكريبسيون والعنوان اللي لقيتو فوق، باش اللي بغى يعاون امي فاطمه، لانه حالتها صعيبه صعيبه بزاف. امي فاطمه قلوب الخير كيسمعوك بقلوبهم. الله يرحم لي والوالدين. انا بغيت ابي نعيش انا وبنتي، زاد عندك بنتي وتبرك عليا بنتي، انا بغيت جاي بنتي تجي عندي، زاد نحس براسي ماشي وحده ما عندي حتى حد. انا كبرت مع امي وما عرفتش على امي لاوروبا، ما بغيتش نمشي على امي البلدان. انا بنتي مشات مسكينه باش دير لي مستقبل، الساعه بنتي تاهي الله كريم 3 سنين ما دخلاتش لهنايا، دابا عامين ما عرفاش على حتى شي حاجه بنتي، ما عرف جواج ميزه ولا عيا والله اعلم. وهاد الناس اللي داو لي الدار هما السبب ديالي، بالافراغ اللي وقع لي حتى هو السبب، ما لقيتش فين نجمع. المسؤولين يشوفهم في الملف ديالك. انا كنطلب من المسؤولين، انا بغيت ربي يعطيهم ما تمنوا عند الله، والله يجمع شملهم ووليداتهم، وربي اللي غادي يبارك لهم في هاد الشيء، يحلوا بيا وما يخلونيش مليحه في الزلقه. كما تا هما تيبغيو وليداتهم، حتى انا راه بغيت بنتي تكون عزايا. كما جاو ما تيبغوا عائلاتهم، حتى انا بغيت بنيتي تكون حدايا يمشي مع حال ولا في دار با. هذه الدار اللي خلى لي با لي حقي، اللي حيدوها لي هاد العيالات. انت بغيتها حقك؟ بغيتها حقي، بغيتها حقي، وما بقاش مليوعة، ما عندي بين نصبد، ما عندي بين ناكل، ما عنديش. بغيت نمشي لتيطم الليل، خفت لا نموت تما، وبنتي غادي يبقى دي عليا نظري خايبه تولي بنتي، ما دير شي حاجه في راسها. ما قدرت نمشي لدار المسنين وانا معروفه هنايا. انا بغيت نموت حداكم، انا بغيت نموت وتسيقوا لي الغبار، انا بغيت نموت وتغسلوا لي بيديكم وتكفنوني، ماشي نموت موته بجهوله، ما يعقل عليا حد، ما يعرف لي حد. انا من صغري في هاد المدينه، ولمزه هاد المدينه سيدي، ولمزه، ما عنديش بلاصه اخرى اللي غنمشي لها، ما عنديش بغا نمشي، ما عنديش فين غنمشي. هاد الناس يحنوا فيا دابا حاليا، هاد الناس كتصب لي امي وكتدخل عندهم وكتطيب لي وكتعاونوا في العراسات وكيدوروا مع هاد الناس حاليا، كيعطوني المانطا ويصبنوا لي المانطا، ودابا مخليه عندهم فراشي ومخليه عندهم كلشي. عندي ثلاث البلايص كنعس فيهم، كنعس حدا واحد الطبل هنا حدا الجامع، وكنعس في واحد البلاصه حدا الحانوت السماط، غنوري لكم دابا تجيو معايا. كتكون فيهم الناس اللي كانوا واحد البلاصه حدا السماط كنعس السماط حدا الحواته كيسد، كندخل تما حتى كتقطع رجل باش ما يشوفني حتى واحد، باش ما يشوفني حتى واحد. صافي، وهاد الطبله اللي كاينه دابا حاليا هنا في جامع السوق، كنبيق مع 6 الصباح، 6 الصباح ما يشوفني حتى واحد، ما كنرضاش شي واحد يشوفني تما، ولا ما تجي تزيق لي الخبار ولا شي حاجه. راه نفسي هادي والله اللي عالم بيا، الله اللي عالم بيا، ما راضياش على هاد الشيء. هذه قناة شفتي، وهذه قناة القرب، أنا حنا كنقربوكم من الشعب البسيط. ونطلب منكم ما تخليونيش مليحة في الزلقة، ما تخليونيش مليحة في الزلقة، أنا مزوقة فيكم وفي الله، أنا بغيت ربي يعطيكم ما تمليتوا عند الله بوليداتكم وبصحيحاتكم.
والله يعطيكم ما ترجيتوا على الله ما تخليونيش مليوعه باي طريقه وباي حاجه. دافعوا عليا وجيو مني، جيو مني وحميو عليا خوتي المواطنين، دافعوا عليا وجيو مني. بغيت حقي في دار با، بغيت حقي انا كوارثه كوارثه صافي. هادشي اللي بغيت. شكرا امي فاطمه، ان شاء الله. لاباس اسمك؟ إذا مشاهدينا الكرام كانت هي القصة ديال أمي فاطمة، أنا غادي نخلي لكم الرقم ديالها في لا ديسكريبسيون. الله يرحم الوالدين، الناس اللي بغاو الرقم يرجعوا غير للوصف غادي يلقاو الرقم ديالها في لو تيتخ الفوق، ولا غنكتب لكم في الكومنتير. حاولوا تابوناو مع 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 بغيت نقول تابوناو، حاولوا أنكم تفاعلوا مع القصة ديالي لأنها محتاجة اللي يعاونها ومحتاجة اللي يساعدها. شكرا لكم الناس اللي تبعوا معنا اللايف من الأول حتى الآخر، شكرا لكم. نتلاقاو إن شاء الله في الخير، ولا ليت اللي بكم الزمان تولي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا الناس اللي تفاعلوا معنا.